دلوقتي في بعض الأحيان ممكن أبقى أنا عايز أستنتج حاجة عن random variable in general، أو يعني عايز أعمل proof زي البروفس اللي أنا عملتها دي مرة في discrete، بعد كده جيت تاني قلت إنها موجودة في ال continuous ماشي، بس أنا برضه لازم أثبتها عشان أتأكد إن هي سليمة. أنا ممكن أكون بقى عايز أتكلم عن الاتنين في نفس الوقت، عايز حاجة unified تكلمني عن الاتنين، ولكده في حاجة جديدة عشان خاطر اتعامل مع حاجه زي كده اسمها الـ cumulative distribution function، او بيختصروها الـ CDF. ايه هي الـ cumulative distribution function؟ نرمز لها بالرمز F للـ variable بتاعي X مثلا اللي انا شغال عليه، دي بتساوي الـ probability ان الـ X بتاعي اصغر من او يساوي sum X، والاكس دي هي الفاريبل بتاعي. يعني دي كده اللي بتقعد تتغير بقى، واقعد احسب البروبابيلتي قبلها. هنشوف دي كده الديفينيشن ده هيفيدنا في ايه. لو جينا نشوفه في الكونتينيوس هنلاقي حاجه كده اهو، لو جينا نشوفه في الديسكريت هنلاقي حاجه عامله كده. عايزين بقى نجرب الكلام ده، نعمله على مثال. دلوقتي هنجرب الموضوع ده على مثالين دول، دي كده اف اكس المفروض دلوقتي ان احنا نعمل ايه. اجي هنا انا دلوقتي ماشي من ماينس انفينيتي ورايح بجري مع اكس، انا كده ماشي 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 لحد ما الاقي العتبه دي. ساعتها بقى ايه اللي يحصل؟ انا بكامل هنا تمام، فانا كاني بالظبط بكامل الكيرف ده. فالفكره هنا ان انا ماشي كده اهو هلاقي ان ده بالنسبة لي يعتبر سلوب. انا همشي كده لحد هنا، اول حاجة تغير بصفر لحد ما الاقي هنا سلوب، وهبدأ امشي بالسلوب ده اللي هو هنا في الارتفاع ده يعتبر واحد. فاجي هنا كده اهو وامشي كده بسلوب واحد، هنا مفيش تغير فافضل ماشي كونستنت، بعد كده سلوب واحد، بعد كده افضل ماشي، واخر حاجة خالص دي واحد. ليه؟ لان عند ما لا نهايه هيبقى من ماينس ما لا نهايه لبوزيتيف ما لا نهايه للدنسيتي بتاعتي اللي هو كل ما تحتها اللي هو واحد. نفس النظام هنا بالظبط، بس هنا بقى هبقى انا ماشي بجمع مش بكامل، لان انا عندي probability مش density، عندي ماس مش density. فهفضل ماشي اول ما الاقي حاجه اجامب بمقدارها، هنا جامب بمقدار 1 على 8 نمشي، جامب بمقدار 2 على 8 نمشي، جنب المقدار 4 على 8 نمشي، جنب المقدار 1 على 8 ونكمل، والمقدار الاخير ده برضه هيبقى 1. انا لو لاحظت هنا هلاقي ان هو ديفينيشن واحد بس عمل لي يونيفيكيشن للاثنين مع بعض، جمع لي الاثنين في حاجه واحده. اقدر انا اشتغل على الاف اكس دي اللي هي نفس الشيء اساسا في الاثنين وقارنهم ببعض عادي جدا، مع ان ده جاي من كونتينوس ده جاي من ديسكريت، وقارنتهم مع بعض كانت حاجه مستحيله بالنسبه لي. لو انا عايز ارجع من هنا لهنا اعمل ايه؟ ده كملت ده طالع ده، يبقى اشتق ده يطلع لي ده، ما عدا عند الكورنرز هنا مفيش مشتق، اي كورنر او اي حاجه كسر في الكيرف ما يبقاش عنده مشتق، بس مش تفرق معايا. يعني انا بكل بساطه هفضل ماشي كده اهو، هجيب دي بعد كده هجيب ده كده هجيب ده بعد كده هجيب ده بعد كده هجيب ده وبعد كده ده، ما يهمنيش بقى ايه اللي حصل في النص، فانا هوصلها معايا كل وسط. البوينت دي مش هتفرق معايا في حاجه، هقدر اعرف شكل الكيرف عادي. وبالنسبه لهنا كل ما عليا ان انا اخد الاطوال دي، اخد كل طول من الجامبس دول واسقطه تحت، انا كده جبت البروبابيلتي دي. عايز دي هي الفايده الوحيده ليها، هي في الواقع ليها فايده تانية. انا ممكن اكون بحاول اتعامل مع حاجه لا هي ديسكريت ولا هي كونتينيوس، امال هي ايه بالظبط؟ ما نفكر في الموضوع، هو في حاجه بالمنظر ده؟ ممكن يكون في حاجه. هدي مثال، ممكن اقول مثلا ان انا دلوقتي مراقب في امتحان، في احتمال وانا في الامتحان ده ان انا الاقي بنسبه 10% واحد بيغش، وبنسبه 9% 90% ما الاقيش. لو لقيت الشخص ده بيغش هديله صفر، اخد الورقه واديله صفر،
طيب لو انا ما لقيتش ما لقيتوش بيغش، بس هو هيحل، ولما يحل هياخد درجة من 0 ل 100%، اللي هي هخليها درجة من 0 ل 1 على حسب بقى هو حل ازاي. لو جيت احاول ارسم اللي هو الديستريبيوشن بتاعي هنا، يعني انا اصلا اتلخبطت، انا لسه عايز اقول انا هرسم ال، مش عارف هقول density ولا ماس، في هنا ماس وفي هنا density، فانا مش عارف هتعامل مع ايه بالذات يعني. فاللي انا هعمله ان انا هرسم الدنسيتي، بس رسمة الدنسيتي هيبقى فيها حاجة غريبة شوية يعني. رسمة عادية كده، مش يعني مش المقصد ان احنا نعرف نرسمها يعني، بس هي كمثال. هاجي هنا عندي 0.9 من 0 لـ1 بالـ1 ده كده اهو 0.9، وعندي هنا عند الزيرو حاجة البروبابيلتي بتاعتها 0.1، حاجة صغيرة هنا كده اهو البروبابيلتي بتاعتها 0.1. تمام. دلوقتي بقى يعني ده انا لو جيت عبرت عنه كده برضه انا مش هعرف اتعامل معاه، هواجه مشاكل. احل بقى المشاكل دي ازاي؟ نجرب نجيب له الكيوميوليتيف ديستريبيوشن. لو عايز تجيبه اجيبه ازاي؟ هفضل ماشي هنا كده اهو لحد ما اجي هنا اجنب بمقدار 0.1، يبقى هنا كده اهو ده كده 0.1. بعد كده همشي بسلوب 0.9 كده اهو، واكمل لحد ايه؟ لحد ما لا نهايه، والبوينت دي هتبقى 1. انا كده بقى معايا كيرف فيه جامبس وسلوبس، جامبس وكورنرز وسلوبس. ده حاجه جنرال، حاجه فيها ديسكريت وفيها كونتينوس. طبعا يعني ده هيريحني وانا بتعامل مع حاجه زي كده ان انا اتعامل بالكيوملاتيف عن ان انا اتعامل بالبروبابيلتي دنسيتي او الماسز او وات ايفر اي منهم يعني.